منيا، انت سيده متزوجه وام لطفلين، الزواج في نظرك واش كيقدر يكون عائق بالنسبه هي المراه بصفه عامه ولكن خصوصا الممثله او العكس؟ غادي نجاوبك بناء انا الحاله ديالي انا زعما السيتواسيون اللي كنعيش انا ابدا عمره ما كان عائق، بالعكس راه الفضل كله كيرجع للزوج ديالي لانه هو السند، هو الاب، هو الاخ. لو ما كانش هو في كتافي ما نظنش كنت غنصبر وغنستمر. خصوصا حنا كنعرفوا ان الناس اللي كيدوزوا من الهوات ومن دور الشباب وكيتقاتلوا باش يوصلوا للاحتراف او يولجوا للتلفزيون، الا ما كانش عندك واحد العائد مادي اللي غتعولي عليه راه ما يمكنلكش ديري هاد التنقلات كاملين، ما يمكنلكش تضحي سنين طويله في المسرح، ما يمكنلكش تبقاي تديبلاصي وتمشي ديري لي كاستينغ وتمشي ديري الجوالات. ضروري خصك تضمني القوت اليومي ديالك، الحفظ ماء الوجه. يعني لو ما كانش الزوج ديالي هو اللي مكلف بيا وبالاسره ديالي كانت هذه غتحد من التحركات ديالي. كيف ما الدراسه ديالي بعد تكويني في المسرح اولا تكويني في لي ديبلوم الاخرين اللي عندي راه بفضل الزوج ديالي، لان انا تزوج شويه صغيره من ورا البكالوريا مباشره، فالدراسه ديالي العليا كلها هو اللي تكلف بها. فما نظنش انني كان ممكن ننجح لو ما كنتش متزوجه، خصوصا بالزوج ديالي عادل نعمان. يعني هو اللي تحيه ليه، حتى هو ممثل حتى هو من الميدان ياك. تحيه ليه. على ذكر القرايه انت ما قريتيش؟ صح هو ممثل. قريتي جيستيون دونتربريز وديفلوبمون انفورماتيك كمونيا؟ ايوه وقريت موديليست لان كنا ما كانش عندنا الفلوس باش نخدموا في الفرقه ديالنا باش نتواصلوا مع لي سينوغراف محترفين باش يخدموا لنا لي كوستيم. كل واحد فينا مشى قرا شي شعبه وبعيد على داكشي اللي حنا كنديروا. انا مشيت قريت موديليست غير باش نتعلم كيفاش نقطع وكيفاش نخدم الكوستيم. يعني كنديروا في داري، درت واحد لاتوليي صغير باش نخدم الفرق شي ديغيزمون. كانت قاتلو كاين اللي فينا مشى قرا المؤثرات الصوتيه، كاين اللي كل واحد فينا شنو قرا كنتعاون لو حل مع شي مونيا اللي حل مع شي لبسه ولا خسر لي شي بيسي يعيط ليك ياك هانيا. والله الا فرقتي وكاينين فراقي صحابي اللي حتى هما ما كيكونش عندهم فلوس باش يتواصلوا مع سينوغراف يعني محترف اللي يخدم معاهم تصور ديال ديغيزمون. كنحاول بشكل مبسط زعما لا اتطفل على المهنه ديال السينوغراف، ولكن بشكل مبسط وكنتشاور مع صحابي ونحاول نخدم في الدار حيت ما عندناش بيوتجي كبير باش نقدروا نخدموا.